الشجاعية. كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم رسميا عن أن قواته تعمل داخل جباليا. خلال الفترة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا من الخارج، تعرضت لقصف عنيف منذ الساعات الأولى للسابع من أكتوبر بعد ساعات قليلة من عملية طوفان الأقصى، بل أثناء استمرارها في غلاف غزة كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بشراسة منطقة جباليا لكنها امتنعت عن الدخول إليها. قبل نحو أسبوعين أو أكثر من ذلك بقليل بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوجه نحو منطقة جباليا، لم تتمكن من اقتحام تلك المنطقة، طوال الوقت كانت تعمل من محيطها، فرضت عليها حصارا، كانت تتوقع أن تنتهي من اجتياح جباليا خلال أيام نظرا للغارات الشرسة والعنيفة التي تعرضت لها تلك المنطقة، لكن هذه المعركة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، وبالأمس فقط تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى جباليا. لا نعرف حجم الاقتحام في تلك المنطقة، إن كان اقتحاما كبيرا أو صغيرا، أو أن قوات الاحتلال لا تزال تعمل من عند الأطراف، هي أيضا لا توضح طبيعة هذه الأمور وتعمم صورا لتفجير قواتها لتلك المناطق. بالأمس أثناء وقوفنا في غلاف قطاع غزة كنا نشاهد تلك المنطقة وهي تتعرض لغارات عنيفة من الجو من البحر لكن أيضا من البر، قصف مدفعي من غلاف غزة لكن أيضا من داخل قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة داخل قطاع غزة كانت تستهدف بالأمس جباليا وكل مناطق شمالي قطاع غزة. في منطقة بيت حانون كانت المعارك ضارية بشكل كبير جدا، قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تفجر منازل ومباني من داخل قطاع غزة تصل إلى المنطقة المعنية، تقوم بتلغيم مبان عديدة هناك ومن ثم تفجرها عن بعد. هذا الأمر تكرر بشكل كبير جدا في ساعات مساء الأمس، ومع ذلك كنا نشهد مقاومة في تلك المنطقة. ما يجري